مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سؤال آخر يتعلق بشأن واجبات المؤمنات الدارسات في الجامعات والمؤمنات في عموم خروجهن من بيوتهن بما شرع الله لهن، والمؤمنات في عموم تعاملهن في الحياة من البعد عن استعمال العطور التي يشمها الأجانب مثلا، وأنواع الإثارات، لأنه لا يحتاج المجتمع منا إلا إلى ما يخفف وطأة الغرائز الموجودة الملتهبة بذاتها، فليست في حاجة إلى ما يثيرها ولا إلى ما يساعد على أن تقوى على إرادة الشاب المؤمن الذي بحسب قوة إيمانه وقوة عقله يقوى على كبح جماح الشهوات كلها في كل ما حرم الله تعالى عليه، ويبحث عن الشهوات الحلال التي يستعين بها على أداء مهمته الكبرى في الحياة وإعداد للحياة الأخرى. جاءنا في الأحاديث أن من قصدت من نسائنا شم عطرها على أنوف الرجال الأجانب وتعمدت ذلك أنه يكتب عليها إثم زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا استعطرت المرأة فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، أي عليها إثم الزنا، وذلك أن هذا واحد من الأسباب والوسائل المثيرة، جانب العطر كجانب الزينة التي تتعبد المرأة ربها بإظهارها أمام زوجها أولا بأقصى درجات الثواب، ثم تظهر زينتها لقرابتها للنساء مثلها في حدودها الطيبة، فتظهر جمال الله فضل الله وإحسان الله الذي أحسن به إليها. المجتمع لا يحتاج أن تظهر هذه الزينة فيه للأجانب، لأن ذلك يتعبهم ويوقعهم في هاوية ويضرهم عدد من الإضرارات. فحكم العقل وحكم الشرع المطهر أن الناس يحتاجون إلى ما يخفف وطأة غرائزهم وشهواتهم، بذلك جاء الأمر بمثل هذا.